مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام حيكون في هذه الحلقه الجديده من برنامج تحت المجهر ويسعدني ان ارحب بضيفي لهذه الحلقه عضو مجلس الامه النائب رياض العدساني مساك الله بالخير محمد مساك الله بالنور سعداء ان نلتقي معك مجددا في برنامج تحت المجهر تشرف الله يسلمك حياك الله جاهز عزيز وغالي جاهزين جاهز للاستجواب ولا جاهز للحلقه والله جاهزين الاثنتين <applause> حياك الله يسلمك حل في البدايه نتوقف عن التقرير ونبدا حوارنا ممتاز اليوم تقدمنا باستجواب الى سمو رئيس الوزراء مع الاخ الفاضل شعيب المويزري وهو متعلق في السياسه العامه وتدهور اوضاع البلد في كل المقاييس وعدم التنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفه وذلك استنادا على الماده 123 من الدستور و 127 وضعف الرقابه من الحكومه على كل الامور التنفيذيه. ويتطلب منا تشديد الرقابة محاسبة رئيس الوزراء على الإخفاق في السياسة العامة وتراجع البلاد بناءً على المؤشرات والمقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وكذلك الهدر في الأموال العامة والنقل بين بنود الميزانية وهذا يخالف مشروع الميزانية وعدم الربط بين وزارات والمؤسسات والإدارات التابعة للدولة وكذلك عدم الالتزام في تقارير المحاسبة والرقابة المالية. ورقابة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية الهدف الأساسي من الاستجواب نوضح الحقيقة للناس والمحاسبة الحقيقية ولا تحصين لسمو رئيس مجلس الوزراء ونرفض تحويلها للسرية وأيضا مع العلنية وضد الشطب أو تحويلها إلى التشريعية إذا كانت الحكومة تدعي أن تحقق المصلحة العامة وترتقي في البلد أثبتوا كل ذلك في الجلسة وأي شخص يبي يوقف مع الحكومة خلي يوقف مع الحكومة لكن لا نقبل التخويل أو ترويج الإشاعات كما حصل في السابق لذلك نحذر على أي شخص يبي يوقف مع الحكومة أوقف معه ولكن لا تروج الإشاعات ونطلب من سمو رئيس الوزراء أن يحتل المنصة ويذكر كل الأمور بالحقائق والأدلة وما هو السبب الرئيسي بعدم استغلال الفوائض المالية بالفترة السابقة ولما صار العجز مسوا جيب المواطن لو بقارن الكويت مع دول الجوار كلنا نمر في نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إنما أغلبهم سبقونا وكانت الكويت درة الخليج لا الحمد يجب أن نحافظ على هذا الأمر لكن للأسف تراجعنا فالمحاسبة اليوم ليس تأزيما الهدف الأساسي أن المحاسبة نكشف كل الأمور وعلى رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ ما جاء في تقارير المحاسبة وأخذ بالاعتبار الملاحظات والمخالفات في الرقابة المالية والتركيز في القضايا المهمة للوطن والمواطنين مثل الإسكان، الصحة، والتعليم وغيرها. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل السريع ويسعدني ان ارحب مجددا بضيفي لي هذه الحلقه عضو مجلس الامه النائب رياض الحسن ابو محمد نبي نبدا اول شيء حوارنا لهذه الليله حول موضوع الاستجواب اللي قدمته مع النائب الفاضل شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الاستجواب السؤال اللي تبادر الى الذهن بعد ما تم سماع خبر تقديمك الاستجواب ليش هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالبدايه تشرف وعسى الله يوفقنا في خدمه الكويت. كنت مقدم رساله وارده بخصوص الحكومه وبرنامج عملها والسياسه التي تقوم فيها والاخذ بالاعتبار تقارير المحاسبه والرقابه الماليه وشؤون التوظف والرقابه بالنسبه للتوظيف. ذكرت الاتي ان في بنود الميزانيه نقل بين البنود وعدم التزام في قواعد الماليه ولا بياناتها ومخالفه قواعد الميزانيه الوزارات والهيئات والجهات التابعه للحكومه. فرفعت الرساله الوارده وادرجت في جلسه 11/4/2017 وقلت شنو الاجراءات التي قامت فيها الحكومه والتي سوف تقوم بها الحكومه. وكنت بعطيهم فرصه لمده اسبوعين يردون علي بناء على الرسالة الوارده التي ارفقتها في جلسه 11 4 وشنو الاجراءات اللي هم اتخذوها شنو الاجراءات اللي اتخذوها وشنو الاجراءات اللي راح يتخذونها بناء على ملاحظات ديوان المحاسبه مخالفات الرقابه الماليه وشؤون التوظف طيب اللي تابع له ديوان الخدمه المدنيه شو اللي صار اللي حصل طبعا شفت في عدم توافق ولا تنسيق من الوزارات يعني اللي حصل اتي اول ما ذكرت الرساله شنو محتواها اللي ذكرتها الحين أن يجب على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار دور ديوان المحاسبة وتلافي المخالفات وكذلك الرقابة المالية الرقابة المالية هي رقابة مسبقة ديوان المحاسبة هي رقابة لاحقة وعندها رقابة مسبقة ولكن أغلبها تكون رقابة لاحقة وشؤون التوظيف بالنسبة للتوظيف في الجهات الحكومية طيب. اللي صار الآتي ذكرت أنه لازم أشرح أن ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والرقابة المالية عندهم بعض المخالفات على وزارة الدولة وخاصة في الميزانية وما يتعلق فيها عدم التزام وزارة الدولة وفي بعض الميزانات احنا رفضناها يمكن أي واحد بالحكومة يقول لي شنو دليلك فقمت يعني أسرد المعلومات أن هيئة الزراعة رفضناها وزارة الأشغال لا تلتزم في بند الصيانة لما كان يذكرون بالسابق قبل مرحلة الوزير الحالي أنه ما عندنا ما يكفي لإصلاح الطرق هذا الكلام غير صحيح لمدة تسع سنوات كان يوجد بند بند الصيانة وفي وفرة مالية ولكن كان يحولونه إلى بند ثاني وكل اللي صار بالطرق بسبب التجاوز وعدم الالتزام في بنود الميزانية العامة والحساب الختامي من قبل وزارة الأشغال طيب فأنت قمت, قمت مجموعة من الأمثلة ايه؟ ومن ضمنهم قلت بالنسبة لي وزارة الداخلية في سنة 2014-2015 اصرفوا على بند الهدايا والحفلات والضيافة 23 مليون وهي مخصص لها مليونين والسنة اللي بعدها اصرفوا أكثر من 9 ملايين وأيضا هي مخصص لها البند الضيافة مليونين وقام وزير طلب, الدفاع طلب وزير الدفاع نقطة نظام، بعدها رئيس مجلس قال خل نكمل كل الرسائل الواردة، فيوم هو طلب نقطة نظام واضح انه كان بيرد، المفروض يرد على هالجزئية هم ثلاثة، يا رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزير الداخلية، بس وزير الدفاع يرد على ميزانة وزارة الداخلية يعني هني الأمر مستنكر، طبعا رحنا على كل الرسائل الواردة. تلوها واحده ورا الثانيه بين مؤيد ومعارض بس انا هني عفوا خلني نستوقفك هني دام ذكرت هذا الموضوع لانه صار جدال بينك وبين وزير الداخليه حول هذا الموضوع وزير الدفاع حول هذا الموضوع سبب تصدي وزير الدفاع والرد عليك تحديدا يمكن بقيه الوزارات تكلم هو الوحيد اللي يمكن يتكلم على انقل نص كلامه قال ان وزير الداخليه الشيخ خالد الجراح شكل لجنه للتحقيق في مخصصات الضيافه والنواب يتحدثون عن الموضوع على طريقه لا تقربوا الصلاه وهناك رجال تعرضوا لتهم غير جائزه من بينهم وكيل الوزاره السابق وقياديون اخرون نحن لا نريد ان نجعل وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث بتشويه صوره جهازكم الامني وقام ودافع ولا تقربوا الصلاه، واكو تشويك على يصير رجال الداخليه، هو قام يبي يحاول انه يضع مره ثانيه القطار على سكه صحيحه. اي انا انا ردت علي الجزئيه هذه. الحين ببين لك ليش صار الاستجواب مبكر، المفروض اعطيهم اسبوعين يرفعون التقرير، وبناء على التقرير اقرر اذا استجب رئيس الوزراء او الامهل للحكومه فرصه. اللي حصل طبعا اتلو جميع الرسالات الوارده، رسالتي ورسالات اخرى، يعني تقريبا كانوا سبعه هم، انا رسالتي رقم سته. وزير الدفاع طلب نقطة نظام قال لا بعد عقب ما تلو كل الرسائل يعني بعد تقريبا أكثر من ساعة إلا ربع ورئيس الوزراء يعلم أن وزير الداخلية راف عيده وزير الدفاع آسف ما له صفة في الموضوع هو فاللي حصل تكلم وذكر اللي ذكره وقال أن الكلام اللي تفضلت فيه وما ردت عليه على طول نطرت وزير المالية يرد وزير المالية كان متعاون وقال إحنا راح نتبنى الوثيقة وراح نحاول انه كثر ما نقدر انه نتبناه ونعالج الاخفاقات ونعطيكم تقرير كامل. رئيس الوزراء عليه التنسيق والربط بين اعمال وزارات الدوله. اذا كان وزير الدفاع يختلف عن وزير الماليه فلا يوجد ربط بحضور رئيس الوزراء، شلون راح ينسق؟ وين الخلاف؟ يعني وين اذا الوزير لا راي، وزير ثاني لا راي، ورئيس الوزراء لم يحسم الجدل نهائيا. ايضا انا ما قلت شيء. لكن بكمل شو اللي حصل. وزير الماليه وافق وزير الدفاع معترض على ما ذكرته بالنسبه لوزاره الداخليه مع ان انا ذكرت كل البنود على اغلب الوزارات انا قاعد استرسل على وزاره وزاره ابين ان عدم التزام الوزارات والجهات التابعه لها ممكن اي وزير يقول شنو دليلك؟ فقاعد اقول وزاره الداخليه وزاره الاشغال هيئه الزراعه وانا رايح عشان يستوضحني اكثر بس هني الوزير هو ما اعترض من حيث المبدا هو قاعد يقول لك انه اكو لجنه تحقيق ساريه موجوده خل, بس خل... بس تنتهي بعدين انا ما عندي مشكله بس بوضح قال انا مستعد انا رد, رد لا لا رد ولا... على الجزئيه هذه خليني بس اكمل أحس اوضح لك الصوره جدا انا ما قلت والله قضيه فساد ما قلت مختلسين ما قلت هالكلام انا شنو قلت؟ بند الميزانيه مسموح له مليونين انتم صرفتوا 23 مليون هذا شيء صار ولا ما صار هذا شيء صار على شنو يعترض وزير الدفاع انا ما قلت فرضا شبهه فساد ولا مفسدين ولا سارق ما قلت لا والله محشومين ما قلت لما يطلع له المحضر الاساسي ولا جلسه التحقيق انا قلت بند الميزانيه سمحوا لهم مليونين وهم راحوا ل 23 مليون هل شيء صار انت على شنو معترض لوزير الدفاع اللي حصل الاتي كان اطلب نقطه نظام كان اقول لوزير الدفاع هو وزير الداخليه السابق محمد الخالد قلت انا ما تكلمت لا عن وكلاء ولا تكلم عن مسؤولين ولا اقبل عليهم انا تكلمت باسمك الكريم وقلت نعم على ايام انت كنت بالوزاره زين صار الاتي بند الضيافه كان مليونين اصرفوا منه 23 مليون وايضا السنه اللي وراها بند الضيافه مليونين الجائز له المصرح به وصرفت له 9 ملايين فالكلام هذا صحيح المهم سكر الميكروفون سالني قال كم مصاريف او كم ميزانيه وزاره الداخليه؟ قلت له مليار قال بند الضيافه قلت له 23 مليون سنه اللي وراها 9 ملايين تقريبا قال لي مصاريف سريه للعلم ماكو شيء اسمه مصاريف سريه هي مصاريف مصاريف خاصه هذا الحين كله بدون إيه ميكروفون هذا من غير ميكروفون قلت له 20 مليون فقال لي مو شغلك <applause> زين هذا هذا اللي صار وهذا كله بحضور رئيس الوزراء هني انا رديت عليه كان اقول له مو شغلك انت زين ولا تعيش دور المشخه هذا كله قلته زين وقلت احترم نفسك قال لي رد عليه ابو محمد احترمنا انا احترمه واحترم غيره واحترم الكل لكن كلمه مو شغلك هي اعطتني معاني كثيره مع كل الاحترام لمحمد الخالد وجميع الوزراء وجميع المواطنين والنواب لكن ترى فيها جرس انا وصلتني الفكره واضحه ان لما نصرف مالك حق تسال لا انا اقول لمحمد الخالد او غير محمد الخالد استبعد سمو الامير وسمو ولي العهد. رئيس الوزراء او اي وزير يبي يصرف راح نراقب عليه، محمد الخالد او غير محمد الخالد. ما عندي شيء انا احاتيه ولا اخاف منه. اقسمت ابر بقسمي. ماشي كلام ولا وبالعكس راح يعطيني دافع طيب. راح ادقق اكثر بس مره ثانيه اكثر. الرد نعيد نفس بس خليني اوضح الجزئيه. هو, يعني ايه هو رد قال لك ماكو مشكله تخلص لجنه التحقيق وليت تبي سوي. لا لا بس كلامي انا واضح قلت بند الضيافه كان مليونين مصرح فيه رحت 23 مليون وين الغلط بكلامي هذا شيء صار ولا ما صار هذا صار انتهى الموضوع نقطه اخر السطر لما قال مو شغلك قلت له انت مو شغلك هذه هذه فلوس البلد زين من حقهم يشيكون لكن انا قاعد اقول الوزارات لا تلتزم في بنود الميزانية كونك أنت صرح لك مليونين رحلة لي 23 مليون عدم الالتزام موضوع أن قلت فساد ما فساد أنا ما قلت أنا كنت دائما أتكلم بامور قانونيه هني شنو انت مساعدك ما قلت انا لا فساد ولا مختلسين شي ولا شيء ما قلت انت وزير الماليه انه صار اكو تناقض بينه إيه وبين الكل قلت ان والله. في تجاوز وزير المالية في بند الميزانية صرفته اكثر شو اللي اكده وزير الماليه إيهني. قال احنا راح نتعاون بحضور رئيس الوزراء طيب. الحين وزير مالية بتعاون محمد الخالد قال نطر لجنه التحقيق قال نطر لجنه التحقيق واعترض على ان كلمتي اللي قلتها فرديت عليه قلت له لا تعيش دور المشيخه انزين وانا عند كلمتي انزين وقلت له يعني مرة, مره ثانيه بس خليني اكمل لك عشان توصل افهم ابي الخص بس الموضوع عشان لان عندنا وايد قضايا نبي نتكلم عليها بس الخص جواب. لك الخص انا صلح لي فهمي ايه؟ ولا الكلمه هذه اللي قال لك اياها الشيخ محمد الخالد هي اللي استعجلت قرار رياض العدساني بتقديم الاستجواب نعم. نعم, صحيح بس اه. اللي ان رئيس الوزراء عليه فعل رب... يعني. لا, لا رد رد رئيس الوزراء عدم رد رئيس الوزراء بين انه ما في ربط بين الوزراء كل واحد يرد من جانب كان الاصل رئيس الوزراء يحسم الجدل يقول نعم احنا متبنين الرساله الوارده خاصه الرساله الوارده انا شنو قلت اذا لم تتبناها الحكومه انا راح اقدم استجواب رئيس الوزراء كونه ما حسم الجدل في خلاف بين وزيرين من الطبيعي انا راح اطالع المستقبل لا يمكن ينسقون لاي مشروع أو اي قرار لاي امر يخص برنامج حكومه المستقبل اذا في اختلاف في الوزراء في اختلاف وتباين بالاراء فالنقطه الثانيه وضحت لي لما يرد اي وزير سواء محمد الخاد او اي وزير لما يقول يعني مو شغل كلمه يعني كانه انا افهمها كذي لما احنا نصرف لا تسالنا وانا اقول لاي وزير وزير الدفاع الداخليه رئيس الوزراء او اي وزير كوني اقسمت لا راح أتشيك بالميزانيه وراح طيب. افتش وابر قسمي لا ما حد راح يوقفني لكن انت قاعد ما تؤكد ما ان ما يتيح للدستور واضح يعني كل واحد بالنهايه يتحمل مسؤولياته واضح بس انت قاعد تؤكد ان قرار توقيت قرار استجوابك جاء بعد الجدال اللي صار بينك وبين هو, تق... هو تق... انا كنت الاستجواب بقدمه ك... اذا اعطوني رساله اذا رفضوا الرساله الوارده راح اقدم الاستجواب اذا وافقوا عليها اعطوني اجابات اللي مو انا اللي راح اقدم استجابه لكن بعد اسبوعين بس اللي, اللي سرع نعم هي سرع واضح سرع الاجابه لان كانه يوصل بعض يقول ان اللي سرع إيه الاستجواب مش هذا الجدال خوفكم من الحكم المرتقب لا لا انا شوف مع احترامي الكامل للقضاء ولا بيتدخل انا ما عندي هاجز انه انه راح يبطل المجلس معنى انا عندي يعني شعور انه لن لن يبطل المجلس بس ما بيتدخل يعني ما عندي انا الشعور يعني انا جربت مجلس 2012 ابطل مجلس 2013 قدمت استقالتي يعني ما عندي الامر هذا نهائيا بالعكس كلش ما هل ولا فكرت فيه لا, لا لا في وارد <applause> <applause> بس خليني طيب. اوضح لك الجزئيه الاخيره توضح لي الجزئيه الاخيره بس بعد الفاصل <applause> فاصل قصير وانا رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل ولا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا عضو مجلس الامه النائب رياض العدسان ابو محمد قبل الفاصل تحدثنا عن موضوع استجوابك اللي قدمته مع النائب الفاضل شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء وتحدثنا عن السبب اللي خلاك تسرع في تقديم هذا الاستجواب بعد الجدال اللي صار بينك وبين وزير الداخليه. مو سبب الجدال بس يعني انا ربطتها انه ما في تنسيق بين الوزراء بحضور رئيس الوزراء اللي هو مادة 123 و 127 وعلى الاشراف والتسويق بين الوزارات المختلفه. وكذلك الاخ الفاضل شعيب الميزري يعني مقدم الاستجواب يعني مع بعض يعني هم هو عطى مهله حق الحكومه ولا التزمت، يعني لا التزمت معه ولا التزمت معي، فبالتالي قدم الاستجواب على هالجزئيه جزئيه عدم الالتزام. اي البعض يقول ان الامور كانت ماشيه باتجاه التهدئه وكثير من القضايا اللي انتم كنتم متبنينها مجموعه مجازا خلينا نقول كتله المعارضه في المجلس مجموعه 26 ايا كان المسمى الدقيق أه وتم الاستجابه لها بشكل او, بلأخ أو باخر والامور كانت ماشيه بشكل جيد التصعيد الان غير مبرر استهداف سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا التوقيت قد يضر ملفات كثيره الان في طريقها الى الحل شوف انا بك بكلمك لكل امانه يعني لو بتقارن المجلس الحالي المجلس السابق أقول لك المجلس الحالي أفضل طائفة مليون سنة ضوئية. الحكومة هذه الحكومة السابقة تقريبا نفس الشيء يمكن الحين شوية أحسن يعني عطها 10% أحسن من اللي قبل أكلمك الكل أمانة بس مو ما هذا اللي هو الطموح إحنا نطمح أكثر من شذي لكن أغلبها مو الكل أغلبها هي وعود لشراء الوقت في بعض الوعود نعم سووها بس ما تقول لي الكهرباء خفضوها نطلب المزيد ان تخفض اسعار الكهرباء ما اعطيتهم حق تجاري والاستثماري وغيره اربع شهور ما اعطيتهم لا اربع شهور ترى قدمت استجواب لسمو رئيس الوزراء بتاريخ 31 10 2013 في المجلس الماضي قالوا عطوا فرصه زين من 2013 الى اليوم الى متى نعطي فرصه؟ الى اليوم ناس تقول عط فرصه بعرف بس انت الناس است... اللي تقول عط فرصه متى يقول لي استجواب لا انت الحين اذا تبي تحصر اذا تبي تحصر بعض مجازا الانجازات اللي صارت مثلا على سبيل المثال استجواب وزير الاعلام مسؤول اللي ادى الى استقالته موضوع وكيل وزاره الصحه تجميد الوثيقه الاقتصاديه تشكيل لجنه لموضوع الجناسي عوده سعد العجمي اعاده قانون الاحداث السيد مبارك الدويله في مقاله ذكر فيها كان يتحدث وكان يدعو للتهدئه وعدم التصعيد ذكر جمله من الانجازات وذكر هذا نص كلامه انه يتكلم عن المجلس الحالي ان المجلس يحقق كل هذه الانجازات في اول 100 يوم من عمره وهي فتره حتى الرئيس ترامب لم يحقق فيها وعوده للشعب الامريكي. لا انا ما اقول لك المجلس سيء، مجلس بالنسبه لي ما اقول لك ممتاز ويعني خلينا نقول بان بين جيد جيد جدا يعني طيب زين. طيب هذا ما كان يفت... ايه؟ المنطق يقول ما كان من المفترض أن أنت... تعطون بعد فرصه للتهدي على الاقل دور العقاد الاول لا مجلس الحكومه ما قاعد تنجز بالشكل الصحيح. انا لو قرر الحكومه الحاليه بالسابقه يعني افضل 10% شيء يعني لا يذكر. في بعض الامور تحسنت في بعض الامور لم تتحسن لذلك نطلب المزيد. الهدف من الاستجواب هو تفعيل الرقابه. اغلب الامور جمدت لما تقول وثيقة الاقتصاديه جمدت ما عولجت هذه واحده بس في طريقها الى النقاش الى ان تصل لجنه, إلى لجنة, 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 لجنة. بعادة الجناسي حل. زين انتم شكلتوا لجنه خذت وقت الحين زين في ناس انسحبت جناسيها خلي تبي تبحث تقول انت مزدوج او مزور زين المزور حاكمه ولا نقبل اي شخص تسحب جنسيته بدوافع سياسيه بس في ناس انسحبت شنو؟ قالوا المصلحه العليا للدوله في لجنه زين المصلحه العليا للدوله اغلب النواب اصلا هي كانت لا اللجنه هي حل وسط ان لا النواب اللجنه طالبوا فيها لا ناخذ الموضوع لا تغرب الصاد خلينا نكملها اللجنه في ناس انسحبت جنسيتهم بسبب اللي هو المصلحة العليا للدولة، يعني هذا مو مزور ولا متزوج، ليش ما رد جنسيته؟ انت لا حاكمته ولا رديت جنسيته يا تحاكمه تثبت الامر يا ترد جنسيته. انت يعني معناته اللجنة, اللجنة اللي شكلت لجنة حتى هذه انت مو معاها. لا بوادر جيدة لكن طولت في بعض الامور. ما صار لها وقت، اللجنة لا اللجنه أنا تشكيلها لا ما صار لها مثال، يعني شخص انت ما اتهمته في التزوير ولا اتهمته في الازدواجية، قلت المصلحة العليا للدولة ولا حاكمته، معناته ما في تهمة عليه، ليش ما ترد جنسيته كخطوة أولى بس؟ في ناس سحب جنسيته ما اثبت التزوير ولا اثبت للزواجيه ما اثبت عندك ما يثبت التزوير حاكم وحاكم سهل للتزوير وروح اخذ ملفات النيابه ولا نقبل في التزوير معناته كان يفترض ايه؟ كان يفترض المنطق يقول مره ثانيه كان يفترض اذا هذه القضيه مثل ما قاعد تفضل فيها على هالدرجه من الاهميه من بدايه المجلس والقضيه مو اليوم القضيه من المجلس اللي طاف من اول يوم, يوم قدمتوا استجواب ي محدد بشكل مباشر يتعلق بملف الجناسي ما يجوز انت رحت من... صوب الرياضه والاعلام يقول البعض أنا يقول. مقدم استجواب الرياضه ما قدمت وانا قلت من زمان الرياضه بمحور الرياضه ما عندي قناعه في مع كل احترام تقدير من قدم الاستجواب عندي قناعه تامه في محور الاعلام وطرحت الثقه بالوزير بناء على محور الاعلام في تجاوزات وفي عدم اخذ بس ملف الجناسي كان واضح. ولا غيرها ليش انتظرتوا اربع ديوان... شهور؟ خليني اوضح لك شغله، ديوان المحاسب ما اخذه بالاعتبار بالنسبه حق اللي هو الاعلام، بالنسبه للجناسي الكل خلينا نقول او الغالب العظمى سعى وابذل جهد كبير بعوده الجناسي ومن البدايه من البدايه ما حد يعني صار النواب اغلبهم صاروا خليه نحل وهذا اثمر وحاو... عن تشكيل اللجنه حاو... اللجنه صحيح انا ما قلت لك ان اللجنه بوادرها يعني سيئه قاعد يعني اقول لك اخذت بدت تطول شوي لبعض الامور يعني لما اقول لك شخص وضح لي هذه لما تقول تاخذ تطول متى هي يعني شخص, شخص لا شخص مو مزور اسابيع لا شخص مو مزور واتهمته المصلحه العليا للدوله سحب جنسيته ولا حولت النيابه هذا مو المفروض ترده بيوم واحد يوم واحد ترده ما على شيء ترده وتثبت البوادر الطيب وانتهى الموضوع هذا انا هذا اللي اقصده هذا على اساس انه اذا اذا فرضنا جدلا ان الحكومه اقرت ان السحب بناء على موضوع سياسي ما الحكومه ما اقرت فيها لا شيء انت تقول هذا الشخص سحب جنسيته لمصلحه العليا للدوله ولا حاكمته ولا مزور ولا متزوج ولا خالف قانون الجنسيه هذا ايش حقه ما ترد جنسيته على طول هذا وضع يختلف ارد على النقطه الاساسيه المواضيع اللي تفضلت فيها في مواضيع ثانيه علقت انا اقول لك انت تسالني على الاستجواب انا اتكلم عن السياسه العامه للدوله في امور نعم عدلوها في امور كثيره لم تعد لما اقول لك 10% ما ترجح 90% 90% من الفساد والتجاوزات والهدر في المال العام، هذا بالنسبه للحكومه الوقت الحالي. العدل دكتور فالح العزب ذكر ان الحكومه م. لم يمضي على تشكيلها اربعه اشهر ورغم ذلك ابدت كثيرة من المرونه والرغبه في التعاون، تجلى ذلك خلال مناقشه التعديلات المقدمه على قانون الاحداث، برنامج عمل الحكومه جاء نتاج فكر وعمل مؤسسي عميق وليس انشائي ويحتوي على مشروعات قائمه على ارض الواقع مرتبطه بمواعيد زمنيه التزمت بها الحكومه. خلنا. الحكومه مصممه على ود اي ازمه في مهدها وهي المسؤوله عن كل لا شيء لا في محاربه الفساد ما يخالف خل خلني اوضح خلن و... لك خلني اوضح لك المحاور للاستجواب وراح تقتنع اقتناع كامل 10% آه مو ما نقتنع آه المشاهد المشاهد يقتنع يعني <applause> انا اتكلم بشكل عام يعني زين اه اليوم لما تكلم 10% ما ترجح 90% إذا الحكومة بادرت في 10% في 90% لم تبادر فيها، أنا أقول لك الاستجواب الآتي عدم التزام وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في قواعد الميزانية كلهم خالفين في قرارات ديوان المحاسبة وعدم تلافي الملاحظات والرقابة المالية وتجاوزات ضخمة وبعضهم صرف اعتمادات من غير اعتمادات مالية هذه كلها تجاوزات في أغلب وزارة الدولة لم تكن كلها هذه واحدة الدولة صدرت سندات ثمانية مليار دولار يعني اليوم أنت الدولة راح تكون عندها ديون بالمقابل في خمس جهات تابعة الدولة تملك حاجزة أرباحها عشرين مليار دينار. اكثر من 60 مليار دولار ما حولتها الى الاحتياط العام وخزينه الدوله يعني الدوله تقترض ولكن في مؤسسات حاجزه الارباح اذا كان عندها مشاريع خلت تقوم بالمشاريع اذا كان عندها مشاريع وتبي تقوم بالمشاريع على الاقل تحول جزء من الارباح هذه قاعده الميزانيه وقواعدها والنظام الاساسي عليها هذه وحده التقارير والمحاسبه والرقابه الماليه ما اساسا التزموا فيها نهائيا النقطه الثانيه بالنسبه للتركيبه السكانيه التوظيف انا بعطيك التركيبة السكانية شو اللي قاعد يصير بالضبط باختصار لا ما يخلى على اساس اوضح راح يصير شيء راح تصير جلسه استجواب الحين انا عندي نقاط ثانيه بحاول منها سريه بس يصير هذه جلسه الاستجواب شوف تركيب السكان على السريع انا كلهم يقولك بالرغم من وجود كفاءات كويتيه شبابيه قادره على سد احتياجات سوق العمل متمكنه من ملء شواغر الوافدين والمستشارين الذين تستعين بهم الحكومه الارقام الاتي انا بقول لك باختصار ارقام ضخمه وارقام تخوف للمستقبل احنا اليوم مو بس الوافدين مع كل احترام والتقدير طايفين الكويتيين خوفك تكون جاليه تطوف عدد الكويتيين هني الخطره مع كل احترام لجميع الوافدين وفقا للبيانات الحكومه للسنه الماليه 2016 2017 بخصوص السكان والقوه العامله في 31 12 2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4 ملايين و الف منهم مليون و300 كويتي 31% من اجمالي السكان هذه شوفها وين السياسه العامه للدوله وفقاً البيانات الإحصائية المشار إليها تبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل حكومي وغير حكومي يعني قطاع خاص وعام مليونين نسمة منهم 17 ألف متعطل عن العمل يعني 17 ألف تمشي المرواتب ولا يدامون وافدين وافدين ماخذين مكان الكويتيين يمشي المرواتب ولا يدامون بالمقابل بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل حكومي وغير حكومي بلغ 435 ألف منهم 11600 متعطلين على العمل هم ما يدامون يسلمون رواتب احنا ما نقبل الكويتي يسلم راتب يقعد البيت ولكن الادهى الامر لما يكون وافد يسلم راتب ولا يداوم طيب. ياخذ مكان الكويتي اللي بينتج طيب. الكفاءات طيب. والنزاهات طيب. الناس النزيهين يشتغلون ومركنين قاعدين ينطرون في البيت معناته طيب. امرين يا يحبط يا ينحرف هذه وحده <applause> هذا هن... وحده راح راح رحت... تستعرض وايد امثله خلينا انا اسالك <applause> سؤال خليني اسالك هذا تفضل البعض يقول ليش توجهت بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء؟ انت عندك قضايا محدده يعني على سبيل المثال وردت في صحيفه الاستجواب في موضوع الـ 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 وزاره الماليه انحرافات ماليه جسيمه للجهات الحكوميه موضوع سياسه ترشيد الانفاق موضوع الصرف، موضوع مسجد المواطن، القطاع الخاص ولا تحسين القطاع العام، هذه قضايا سياسه عامة لما يقول كل وزاره الدوله مو ملتزمه في بنود وقواعد الميزانيه بس اكو قضايا يعني يعني لما اتكلم عن الهيئات والمؤسسات قضايا مخصصه لوزاره الماليه كان كان الاجدر انك انت تتوجه باستجوابك الى وزير الماليه في في موضوع وزاره الشؤون او آه 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 التخطيط برنامج عمل الحكومه اللي ذكرته في صحيفه الاستجواب انه لامي آه في موضوع آه برنامج عمل الحكومه آه 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 الاشغال مدينه صباح السالم الجامعيه ومشروع المطار الجديد ومشروع مستشفى لا هذا سبيل الاستشهاد قاعد نستشهد ان جميع المرافق والمشروعات قاعد تعطل وتصير اوامر تغييريه تكلف الدوله هذا استشهاد موضوع الصحه نزل. انت ذكرت على قضيه العلاج السياحي وتجاوزات الماليه للمكاتب الصحيه ليش ما قدم استجواب لوزير الصحه شوف انا بيجي لك واحده واحده الحين واحده احنا وحدة. قاعد نتكلم تقول لي واحده واحده تخرعني لا جديد. لازم انت <applause> الحين قاعد تسالني اسئله بجاوبك <تصفيق> اول <applause> شيء قاعد انا استشهد الهدر اللي قاعد يصير يعني لما يقول الصحه احنا حاطين الصحه الصحه تابعه وزاره الصحه والداخليه والدفاع كلهم يعني قاعد تتكلم على الهدر اللي قاعد يصير بناء على رحله سياحيه على نفقه الدوله بناء على وزاره الصحه البعض المستحق بالغصب قاعد يروح والمو مستحق بالفترات السابقه الوزير خليني اوضح خل خل لك خليني اوضح لك الجزئيات اللي قاعد يصير اللي غير مستحق قاعد يروح رحله سياحيه على نفقه الدوله بادعاء المرض هذا استشهاد على الهدر هذا استشهاد ما حطينا استجواب قاعد نقول استشهادا في الهدر كذا وكذا كذا احنا نتكلم عن السياسه العامه السياسه العامه على سوق العمل على زيادة عدد العاطلين انتشار الفساد عدم الالتزام في بنود الميزانية البذخ واستباحة مال العام اللي هو شنو قاعد يصرفون اعتمادات مالية أو يصرفون خلينا نقول أموال من غير اعتمادات مالية أغلب وزارات الدولة اللي لم تكن كلها مخالفة تقارير ديوان المحاسبة ومخالفة ملاحظات ديوان المحاسبة والرقابة المالية من الطبيعي هي سياسة عامة رئيس الوزراء مادة 127 عليه التنسيق والإشراف بين الأعمال المختلفة وماده 123 مجلس الوزراء هو المهيمن اذا كل هذا قاعد يصير غير الاستثمارات الخارجيه شو اللي قاعد يصير؟ بلاوي قاعد يصير بالمقابل شنو السندات اللي صدروها؟ خليني اوضح لك سندات باختصار سندات 3.5 مليار من تدفعها من سنه 2017 ل 2022 وعندك سند ثاني قيمته 4.5 يعني 4.5 مليار دولار طبعا راح تدفع من 2017 ل 2027 يعني 10 سنوات حطيت تكلفه على الدوله وانت عندك اساسا عندك ايرادات محجوزه في مؤسسات الدوله قيمتها 20 مليار يعني خمس مؤسسات حاجزه 20 مليار دينار مو دولار ما حولتها الى خزينه الدوله طيب. بالمقابل الدوله صدر سندات وخمس الجهات من مسؤول عنها اربع منهم مجلس الوزراء واحد منهم وزير الماليه اللي يعني طيب هو بنك مركزي احنا عشان نلخص هذه سياسه عامه تؤكد ان استجوابك نعم. هو سبب نعم السياسه العامه فوق وغير مخصص لوزراء او وزارات محدده. ضيف عليها. ما اقدر اضيف عليها. لا أبي ضيف أروح عليها. ثانيه بسرعه. ضيف, ضيف عليها. فاصل. مليار وتس تقريبا مليار و900 مليون طيب. هي ديون مستحقه للحكومات بالمخالفه للتعليمات الماليه. طيب. الوزاره كلها قاعد تخالف. طيب. فبالتالي شو اللي قاعد يصير؟ طيب. هدر في الاموال العامه مسج المواطن بسبب سوء الاداره. طيب. شنو مصير الاستجواب؟ مصير الاستجواب احنا على السعي والحرص في من رب العالمين، اليوم الحكم آه للنواب. وتحملوا مسؤولياتهم الشعب الكويت راح يحاسبهم تبون تجهضون الاستجواب الشعب الكويتي راح يحاسبكم احنا مع العلنيه ضد السريه ضد تحويل التشريعيه ضد تحويل الدستوريه سيد احمد الجار الله غرد امس سمو الشيخ جابر لن يصعد الى منصه الاستجواب لان الاستجوابات غير دستوريه ويا فرحان بالعرس ترى الطلاق باكر رايه اي واحد رايه بالنسبه لي يحق أنه كون اذا صرت شخص عام تقبل الاراء سواء الايجابيه السلبي رايه اي بس قاعد يقول بس ما حد يعلم المستقبل في العالمين بس قاعد يقول يعني. الاستجوابات هذه اللي قدمت استجوابكم والاستجواب الثلاثي اللي قدم ايضا لرئيس مجلس الوزراء غير دستوري <applause> كل هذا مربوط بالسياسه العامه هو عليه التنسيق والاشراف بين وزاره الدوله الهدر في المال محط العام مو حاط احتمال يل... احتمال ان بالفعل استجوابكم قد يحكم عليه يل... ان استجواب غير دستوري الشخص اللي يصوت مع الشط او رفع من جدول الاعمال مع احترامي له ان هذا خالف كل المبادئ الدستوريه ولم يبر بقسمه مربوط ارتباط انت قلت نفس الكلام في استجوابك 2013 لما انشطب صار فيهم ما قلت لك انا نسبه الت... نسبه التغيير راح تفوق بين 60 و70% 60% تغيروا صار فيهم راح يصير نفس الشيء اللي يشطب الاستجواب شعب الكويت راح يحاسبه وصدقني اللي يشطب الاستجواب لا يتكلم على الفساد ولا يتكلم عن المدركات الفساد اللي انتشرت عالميا بناء على القياسات الكويت وين وصلت للاسف لان <applause> هو راح يشارك بوعد الاستجواب الذي يحارب الفساد ليش ما صار انتم في مجموعه واحده من كتله واحده بس انا 26 ليش ما صار تنسيق فيما بينكم؟ ليش قدمتوا استجوابين لنفس الشخص؟ شخص رئيس الحكومه ليش ما صار تنسيق في, في محاور مختلفه في محمر محمر بس محمر؟ احنا احنا م... انا اقول نقاط... لك اكو نقاط اكو نقاط التقاء كثيره اللي هو الغلاء خطا نحن... التعيينات وتوظيف أسعب. غير الكفاءات تفشي الفساد انتشار البطاله عدم توظيف الشباب المبالغ التي تتحصلها الحكومه بس التعاقد مع المستشارين اخطاء برنامج عمل الحكومه زياده اسعار الكهرباء والماء مع استمرار الهدر ها كلها قضايا فيها تشابه في... بين استجوابكم في... واستجوابهم في قضايا متشابهه في قضايا مختلفه جيد. في قضايا مختلفه انا ما هذا سؤالي انا سؤالي ليش ما قعدتوا مع بعض قعدنا مع بعض وقدمتوا استجواب واحد لا قد قعدنا مع بعض شو اللي صار قعدنا مع بعض واحنا طلعنا بالاستجوابين ليش وتصريحنا الاتي ان في تنسيق بين آنو آه انا وشعيب المويزري مع النواب اللي هو محمد المطير دكتور وليد الطبطبائي ومحمد الخليفه في تنسيق احنا حطينا في امور متشابهه في امور مختلفه مخل... في امور نتكلم... مختلفه نتكلم بال... نتكلم بالسياسه احنا عن... لا عندنا... نتكلم مو بالسياسه لحظة... نتكلم انا انا بالنسبه لي لحظه تفضل نتكلم إيه. بالسياسه، احنا الحين مجموعة واحدة حلو قاعدين نتحرك ككتلة بشكل او بآخر مع بعض. عندنا استجواب لا مو مو الامور في تنسيق يمكن لا, لا الحين في الاستجواب، الاستجواب الحين إيه. قاعد نتكلم. اكو تارجت عندنا واضح، انتم الحين موجهين سهام النقد عندكم الى شخص رئيس الوزراء. ما كان من المفترض ان انتم حتى تحشدون اكثر وتنزعون كل الذرائع تقدمون استجواب واحد انت تتنازل او شعيب يتنازل وهناك ثلاثه واحد يتنازل او اثنين يتنازل وتقدمون استجواب واحد وتدمجون قضاياكم مع قضاياهم ما ويقدم استجواب ما تقدر. واحد هو استجوابهم كان خلاص مكتوب موقع يقدمونه انا استجوابي بروحي كان مكتوب انا بروحي قد قدمته مع الاخ الفاضل شعيب المويزري فايضا ضاف محاوره ضف محاوري وسوينا استجواب واحد انا وشعيب المويزري قدمناه استجوابهم خالص اقول حق واحد تنازل يعني خلاص صار اتفاق ان احنا نكون متضامنين ندعم بعض بالاستجواب انت لهم استجوابهم انت والخمسه احنا الخمسه متضامنين نسق مع بعض اه ضد ان يشطب يحول التشريعه ضد هالشيء ضد يحول الدستوريه مع العلنيه وايضا ضد ان نصوت مع السريه ضد هالشيء. قبل تقديم الاستجوابات الاسبوع اللي طاف كان عندي بالبرنامج جناب الفاضل محمد الدلال م. وقال ان انا في الوقت الحالي ضد تقديم الاستجوابات وضد التصعيد ومع التهدئه ومحمد الدلال واحد من مجموعه 26 ترى ماكو مجموعه 26 حتى انا قلت بالبدايه يعني هي إيه اجتمعت على موضوع التنسيق الرئاسه بعضهم على اللجان مجموعه أنا معارضه أنا لا واحد مثل محمد الدلال والكتله اللي ينتمي لها اول مجموعه خليني اكمل لك محمد محمد دلال مع كل احترام له له رايه واحترام انا رايي يختلف عن رايه لا لا هذا ما راح يضعف مر... نظرتي. هذا ما راح يضعف موقفكم في حشد العدد الكافي اللي ما راح يضعف ان شاء الله ما راح يضعف بس انت سالتني سؤال سالتني سؤال, سؤال من ساعه قلت لي ليش برنامج الحكومه سالت ور... وزير ثاني هذا رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك هو المسؤول هو المسؤول يعني فارد على النقطه الاساسيه باختصار احنا نقدم الاستجواب نتحمل مسؤولياتنا والمحاسبة الحقيقية أي نائب يبي يوقف مع الاستجواب أنت شرف أي نائب ما يبي يوقف مع الاستجواب نحترم راية ولكن أحذر من أي شخص يخون يطلع يقول الاستجواب هدف من الخارج صدقني بدال الرد راح أرد على عشر طيب شو راح تسوون قدمت الاستجواب قدم الاستجواب السيناريوهات ثلاثة أما أنه راح يحال إلى التشريعية إذا صار هالسيناريو شو راح تسوي ها سابق أمانة يعني أنا راح أصوت ضد طبعا ماني مع تحويل التشريعي لان انا متاكد 100% الاستجواب صحيح. السؤال النواب انا اقدر اسالهم ان إيه لم يكن كلهم قالوا برنامج الحكومه كان فاشل وسيء وغير قابل للتطبيق إذا قدم الاستجواب على برنامج الحكومه الحين يوقف ضد الاستجواب شكل موقفه اللي يبي يوقف ضد الاستجواب لازم يعلن برنامج الحكومه صحيح في كل السيناريوهات الثلاثه المتوقعه لمصير هذا الاستجواب رياض العدساني هل سيستقيل مثل شنو اذا ولي. كان السيناريو على سالتني نفس السؤال غير هوا أيوة. ما تريد سالتني يعني. نفس السؤال استقيل ولا لا؟ لا سالتني نفس السؤال <applause> بالانتخابات في بالانتخابات قلت لك الوضع يختلف لان مو موضوع بس شرط الاستجواب، شرط الاستجواب اللي خلاني اكمل أني خلاص اقرر اني اطلع كان مجلس صوري اللي طاف 2013 سيء شكلي مع كل احترام لشخوصهم لا في قوانين صحيحه يشطب الاستجوابات من غير لا يقراها مساندين رئيس الوزراء بالحق والباطل كان مجلس هش اللي التحقيق كلها صورة دون استثناء الاسئله البرلمانيه ما يجابون عليها اليوم في بعض الاسئله ما يجابون عليها بس بعض الاسئله يجابون عليها هناك كان يفرق انا اتكلم عن سلسله من الاخفاقات يعني إذا, إذا, اذا اذا فرضنا سيناريو إن تم شطب هذا الاستجواب رياض العساني لن يستقيل شطب الاستجواب انا فرض فرض, فرض فرض خلي فرض, خلي فرض ما يصير <applause> شطب الاستجواب انا اراه في هالمجلس ما اقول لك مستحيل شبه مستحيل شبه خلينا نقول اترك الامور للمستقبل اذا انا قلت اذا الحين فرضت فرضيه اذا اذا صارت اذا صارت من الطبيعي راح أت... انا اقول لك يا من الطبيعي راح نتعامل في نقدم استجواب ثاني نفس القوه ما راح يشطب انا اقول اي نائب راح يشطب راح اقدم استجواب ثاني فاحسن رئيس الوزراء يصعد الحين راح اقدم استجواب ثاني وراه طيب انا راح احط نقطه على موضوع الاستجواب وراح ننطر شنو راح يصير في الجلسه القادمه اذا راح يطلب تاجيل او ما يندرى خلينا نمشون على الاطر الدستوريه <applause> وإذا الحكومة متمكنة يصعد للسجواب ويفند. يعني معناته كل اللي قلناه احنا حقيقي. من ضمن الميزانية اللي رفضت هيئة ابي أحط نقطة لا لا ما يخالف ما يخالف لا لا. على اساس المشاهد يعلم لا ما يخالف إذا تسمح لي بنص دقيقة هيئة الزراعة ومعهد الأبحاث رافضين ميزانيتهم. الأمور اللي ماشية فيها الحكومة مو مو صحيح اللي ماشية فيها. أنا الحين بعد الفاصل وراح اذكر لك بعد الفاصل ف... بطلع من الاستثمار لا لا راح اذكر لك الايرادات والاستثمارات هي اهم نقطه بعد الفاصل بروح على لا لا المحكمه الاداريه اهم المحكمه الاداريه موضوع العفو لا لا ما اهم المحكمه الاداريه الاستثمارات الخارجيه مبالغ شيء بالراس بس بعطيك دقيقه بعد الفاصل بس دقيقتين <applause> 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 طيب فاصل قصير ونعم رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل لا زال حوارنا مستمر لهذه الحلقه مع ضيفنا النائب رياض العدساني ابو محمد انا قلت ابي اطلع بروح عند المحكمه الاداريه انت الحين بترجعني مره ثانيه على موضوع الاستثمارات الخارجيه وعدتك اعطيك دقيقه طلب دقيقتين بعطيك دقيقتين باختصار. انزين الاستثمارات الخارجيه الهيئه العامه الاستثمار تبلغ 592 مليار دولار حسب الاصول اللي تملكها وايضا التامينات 100 مليار دولار. مقسمه اللي هو استثمارات مؤسسه التامينات تقريبا 73% الاستثمارات الخارجيه هي كالاتي تخيل كانت مقدره الاستثمارات راح تكون الارباح مليار صارت بالتامينات 21 مليون تخيل والرسوم بالنسبه للصناديق المدراء اللي يديرونها تقريبا اكثر من 28 مليون يعني انت ربحان 21 مليون وتدفع 28 مليون هذه شلون تصير؟ هذه ميزانيه اللي هي 2015 2016. اما ميزات 2014 2015 كانت الايرادات الفعليه مليار ونص ايرادات فعليه مليار ونص، السنه اللي وراها 21 مليون ونص، هذا الفرق يعني فرق كبير لا يقارن ها؟ بالاضافه الى الصناديق العقاريه والمفتوحه والمقفله عندك 131 صندوق بالنسبه للصناديق العقاريه 3 مليارات قيمتها. والمفتوحه 84 صندوق تخيل احنا نملك فيها عندنا ثمان صناديق ممثل فيها الباجي ما ندري عنهم معتمدين على تقارير مو حاطين ممثلين وقيمتها 4 مليار دينار مو دولار والمقفله 123 صندوق وقيمتهم حجمهم 2 مليار دينار و 60 صندوق نملك 100% عندنا 29 صندوق ممثل فيهم هذا مو قمه التسيب والاهمال وعندنا 338 صندوق فيهم بعضهم شبهات وتجاوزات باعتماد على التقارير المعتمده. وهذا انت حاطه من ضمن الاستجواب. هذا حاطينه احنا حاطينه انه انت اليوم قاعد تزيد الاسعار على المواطن وتقلص الدعم وتزيد اسعار الخدمات بالمقابل ما قاعد تحافظ على استثماراتك طيب. هني وغير المضاربات في البورصه وهذه مخالفه صريحه اللي سوتها التامل الاجتماعية هي العام استثمار تبي تسحب 35 مليار تديرها هي ايه بدال يديرونها محافظين الاستثمار او المدراء الخارجين للصناديق وايضا داشين استثمارات 3 مليار دولار بناء على البنيه التحتيه. طيب خلصت الدقيقتين. هذه خلصت الدقيقتين بس الفقره الاخيره اللي كلمنا لسمو رئيس الوزراء بالنسبه للتشابك بين الهيئات والادارات في تداخل اختصاصات لما تقول هيئه الطرق داخله فيها وزاره الداخليه والمواصلات والبلديه والاشغال. في تشابك اكثر من الهيئات تلقى هيئه وهيئه كل واحد ماخذ ما اختصاص الثاني. هذه سياسه عامه عليها فك التشابك واجتمعنا وياه في لجنه ميزانيات قلنا عليك إن تفك التشابك. تعاونوا في هيئه الطرق قال بيعالجونها لكن باقي الهيئات شنو عليهم؟ شنو اللي صار عليهم؟ ما طيب. صار شيء. طيب اعطيتك الوقت خلاص؟ تفضل. حط نقطه الحين. انتقل الى بعض القضايا <applause> <applause> نروح الى قضايا ايضا اثيرت خلال الفتره القليله السابقه موضوع الجدل ايضا اللي صار حول سقوط تعديل قانون المحكمه الاداريه اللي تقدم به المجلس ليش صوت انت يا رياض العدساني على هذا الاقتراح او هذا التعديل اللي البعض يقول ان هذا التعديل ظاهر الرحمه وفي باطنه حمايه للمزورين. مو صحيح نهائيا مو صحيح، شوف انا انا ما راح ادافع، انا بالعكس بزيدك، انا مو واقف على التعديل، عندي تعديل اكثر بعد. عندي انه لا قانوني يفترض لا تسحب جنسيه الا بحكم قضائي نهائي. نثق بالقضاء وايضا من سحبت جنسيتها او تم اسقاطها يلجا للمحكمه الاداريه. خليني نوضح الجزئيه اللي يقول لك المزورين احنا المزورين لا حد يزايد، احنا ضد المزورين وضد من يخالف قانون الجنسيه وضد المزوجين. لكن المحكمه الاداريه ترى الوقت الحالي قاعد تنظر في الاسقاط والسحب. لكن مو الكل قاعد ينظر لان على حسب القانون يعني مع كل الاحترام والتقدير للقضاء لكن البعض لانه يراه امر سيادي والبعض لا يرى السحب والاسقاط امر انه ممكن ينظر في قضاء غير عن المنح، المنح امر سيادي. فاليوم المحكمه الاداريه تنظر لكن مو الكل، احنا بنوحد الامر فقط. فليقول لك انه يحمل مزورين مو صحيح مع الحين قاعد ينظر، هذه شغله. الشغله الثانيه انا بالجلسه طلبت نقطه نظام بالاخير. بس ما خذيت نقطه نظام، كان وقتها اللي هو اكبر سنا ماسك الجلسه هو خلف وايضا عبد الكريم كندري ووليد طبطبائي ما عطى الكل شاهد الله نقطه النظام. اللي حصل انه قالوا القانون يحمي المزورين والعقوبه تكون في التقادم هالكلام مو صحيح انا إيه طلع عليك. طلع سيد مرزوق الغانم تكلم مداخله مطوله وذكر ان الحق هذا يسقط بالتقادم نعم اكد ان هذا الحق يسقط بالتقادم مو صحيح انا طلبت وبالتالي فيها حمايه بشكل او باخر انا طلبت نقطه نظام لارد بنفس الوقت بس ما اعطاني نقطه نظام بغيت ترد على منو على مرزوق الغانم ان شنو ان الكلام اللي بقوله الحين هذا بقوله وراح اقوله مره ثانيه لكن كان اللي ماسك الجلسه ما مثير ما عطا مو بس ما اعطى الكل اول شيء العقوبه تقع في التقادم العقوبه الجنائيه فرضا واحد مزور طاف عليه عشر سنوات وهذا حكم اولي اول شيء طاف عليه عشر سنوات ما ردت جنسيته جنسيته اسقطت الداخليه قدمت الملفات ان هذا الشخص مزور قالوا ما نقدر نعاقبه، انزين قال عقوبه موجوده لكن ما نقدر نعاقبه لان اسقطت في التقادم، يعني عقوبه الحبس او الغرامه ما وقعت علينا بالتقادم، لكن السحب انسحبت جنسيتها ما ردت. هذه وحده. النقطه الثانيه لو يروح المحكمه الاداريه ويقول آه انا عقوبتي اسقطت في التقادم ما يعطون الجنسيه. يقول انت العقوبة الحبس اسقطت عنك، ولكن جنسيتك اسقاطها صحيح؟ هذه شغله. لكن إذا شخص سحبت الجنسية بدوافع سياسية يبي دافع عن نفسه ما يقدر يروح المحكمة لأن الحكومة إذا سحبت الجنسية واسقطتها ما تعطيك أي دافع أو مبرر حتى أنت تبرر مواقفك ما تسألك فأنت تروح القضاء وأيضا تدافع عن نفسك والقضاء يحكم ونثق فيه إذا ردك الجنسية ولا لا هذه وحدة بعقوبة التقادم ما هو بالضرورة يكون بالتقادم أعطيك مثال شخص مزور من عشر سنوات راح صوت بانتخابات 2016 خذ هوية التزوير هذا ما تعتبر تقادم أنت مزور أنت ما دام استخدمت لهوية هوية التزوير بأي وقت من الأوقات قبل عشر سنوات لا يتحاكم هذه وحدة مو بس الآن بالنسبة حق إسقاط الجنسية أيضا العقوبة الجنائية هذه وحدة ثاني شغلة هي الأهم من كل هالأمور الأموال العامة ما تسقط في التقادم نعدل التشريع أيضا التزوير ما يسقط في التقادم نحلها ولكن ننسف كل هالأمر ونقول والله ما حد إيه. قال لك انسف بس مثلا سيد مرزوق الغانم في مداخلته ذكر ان ايهما اولى تساءل وتساءل المشروع ايهما اولى تنظيف الملفات لان ذكر ان هناك تصوير هذا شيء وهذا شيء تنظيف الملفات ما في ربط ثم اقرار قانون اللجوء الى المحكمه الاداريه وقال ان مواجهه خطر حقيقي قائم ام خطر افتراضي بسحب الجنسيه وذكر 170 127 حاله وذكر موضوع تسجيل 87 ولد في ملف واحد اللي ذكر ايه حتى الان ما فيه كل هذا هذا ما له علاقة أي ربط في المحكمة الإدارية التزوير يتحاكمون فيه عقوبة جنائية عقوبة من النيابة هذه عقوبة تزوير المحكمة الإدارية كل اللي زوروا اللي قالوا في التقادم اسقطوا جناسيه ما ردت الجنسية ما ترد لكن ما نحبسوا وهذا حكم أولي يمكن يدانون في التمييز هذه واحدة بعدين استشهدوا في تركيا وفرنسا وبريطانيا هناك عندهم حق اللجوء للقضاء عندما تسحب جنسيتك فعين وزيره العدل في فرنسا قدمت استقالتها قالت من يسحب جنسيته لازم يحكم محكمه قدمت استقالتها مصر كذلك تقدر تروح تلجا للقضاء انا قاعد اقول تلجا للقضاء في حال انسحبت جنسيتك اذا انت مزور التحاكم ولا نقبل في التزوير اذا انت انسحبت جنسيتك في دوافع سياسيه في امر ظلم القضاء ينصفك هي عملية مرتبة يوسف الفضالة أن أبو فاضل ذكر أن هذا القانون سيكون مفتاح لتغيير قانون الجنسية وسيعمل على فتح مجال للتزوير التعديلات مأساوية ومنها في الازدواجية وإعطاء المزدوج سنتين لتصفية حسابه كذلك المزورين يفتح لهم المجال للتقاضي وهذا غير مقبول مسلم براك وأحمد السعدون ومشار العنجري وصالح الفضالة لماذا لم تسحب جنسيتهم؟ خلنا أقول لك جزئية أساسية شوف كل قانون اللي قاعد يقدمون بالنسبه لقوانين مهمه قاعد تفحص ماده ماده م. بالله يروح المجلس الصبح ما اطلع الا خمسة ونص مرات ست المغرب فما في الا قانون واحد قدم ماده 14 قال في حال صاد واحد مزور تسحب جنسيته ما تسحب من عياله وانا رافضه والمجلس رافضه ولا ولا مشى ولا اصلا ادرج في جدول الاعمال كل القوانين اللي قدمت ما تتكلم عن الامر القوانين اللي قدمت تتكلم عن تعديل قانون المحكمه الاداريه وتتكلم إنه لا تسحب جنسيه اي مواطن الا بحكم قضائي نهائي في عقوبات بالنسبه لمن يخالف قانون الجنسيه تروح القضاء تثبت ان فلان مخالف قانون الجنسيه القضاء ينطق باسم الامير يقول فعلا فلان مزور تسقط جنسيته وتحاكم تحاكم الاثنين تحاكم المزور من سهل له هذا التزوير واحنا قدمنا لجنه تحقيق بخصوص الموضوع اللي هو الجناسي والتزوير قدمنا هذا لجنه الموضوع. التحقيق بخصوص ان احنا نوديها الى لجنه الداخليه ل... لجنه التحقيق بخصوص, الاعداد اللي ذكروها في مجلس الامه من اللي ذكرها؟ مرزوق الغانم ذكرها وبعض النواب قالوا ان قانون هذا يساعد انت مع منو قدمت طلب أنا التحقيق قدمنا بالكلام اللي قاله سيد مرزوق أيه؟ الغانم اي قدمنا على بي... اساس أيه؟ لجنه التحقيق وتمت الموافقه أن... عليها لا لا راح يدرج بالجلسه القادمه واي شخص قال ان قانون المحكمه الاداريه يسهل التزوير هذا الكلام مو صحيح لذلك احنا قدمنا لجنه التحقيق راح نحولها الى لجنه الداخليه والدفاع في هذا الامر نبي نعرف الاعداد حقيقيه ولا اذا حقيقيه الحكومه لا ما تستحق البقاء و واذا كانت محققيه ليش الحكومه ما صلحت هذا الامر في الجلسه طيب الحين بس ابي اختم بس الموضوع سقط الاقتراح المقدم صح لتعديل المحكمه الاداريه وقدمته استجواب ده أنا ما لا ما استجواب مو على لحظه الحين أيه؟ انتم قدمتوا استجواب انا على الرساله الوارده وكان وكان وكان, وكان الحل الوسط لي لي للخروج من ازمه ملف الجناسي هي اللجنه اللي موجوده، الان هذا الاقتراح سقط، اللجنه ما يندر اذا راح تمشي الحكومه فيها ولا ما راح تمشي الحكومه، وانتم مقدمين استجواب لان انتم مقبلين على تصعيد الان مع الحكومه، هذا الملف كيف الناس تبي العنب شلون راح تحلونه؟ شوف انا انا بجاوبك بسؤال زين بقول لك اياه الحين اذا قدم استجواب ملف راح يعطل هذا الكلام مو صحيح هال... اذا صار فالحكومه ظالمه لما انا اقدم استجواب تبي تظلم اخرين ايش علاقته بالموضوع مع كانك توصل لي رساله مبطنه انا بظلم ناس اذا قدمت استجواب هذا ما له علاقه انا يعني بالنهايه ما اتوقع ان شاء الله بيصير هالشيء لكن هي المحاسبه حقيقيه على امور ثانيه يعني هم يمشون يعني في أنت تعتقد ان يعني تعتقد ان انتم راح تكملون في استجوابكم باستهداف سلوك مجلس الوزراء ما هذا شيء وهذا واللجنة شيء واللجنه اللي هم شكلوها للتهدئه و... ولحل اي خلاف مو موجود احنا نبي رد الحق لاصحابه الشخص المزور يحاكم طيب. والشخص انسحبت جنسيته بدوافع سياسيه ترد جنسيته لا تظلموا الاسر ولا تزر وازره وزر, وزر اخرى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هذا كلام رب العالمين فلذلك الشخص المستحق رد جنسيته الشخص المزور حاكمه حاكمه لا نقبل اصلا تساهل وياه طيب في موضوع قانون العفو العام الاقتراح اللي, اللي قدم ليش صوت بالرفض انا صوت بالرفض لاسباب عديده اول شيء ان القانون يعني انا بس بعطيك المقدمه اعرف ان كثير من الناس عندهم دوافع وطنيه يمكن خانه تعبير او اندفع زياده عن اللزوم ونوايا صادقه هذا بالعكس ودك انه ياخذ العفو، لكن العفو الشامل شمل الكل. شمل اللي تعدى على موظف عام، اللي تعدى على ممتلكات عامه، ما يجوز، انا قاعد اقول لو انا علي قضيه وانا لو محبوس بالسجن ويشمل لي وقايل كلمه فرضا سياسيه ويشمل العفو الشامل وبيطلع وياي مجرمين والله اني ما قبلت بشي واقول ما بها العفو لان شنو ذنب الشخص اللي جاء للقضاء وبعدين يشوف الشخص اللي اعتدى عليه طالع بعفو شامل اللي احنا نواب الامم اقسمنا باحترام الدستور تطبيق قوانين الدوله بعدين ليش ما تروح على العفو الخاص يعني انت تطلب العفو, الخاص بمعنى عفو الخاص من سمو الامير عفو الخاص لان انت تتكلم عن قضايا سياسيه زين وانا بصير صريح وياك لابعد الحدود العفو الشامل انت بتصدق عليه او القا... توافق عليه بصير قانون بتوافق عليه بيصير قانون بيروح لسمو الامير قد يرجع مره ثانيه العفو الخاص نتكلم العفو مو اي قانون ثاني أنا اتكلم بس بالنسبه العفو الخاص تطلب العفو من صاحب العفو لان البعض تكلم قضايا سياسيه تتكلم عن سمو الامير فانا اسماء محدده وقضايا محددة, محدده قضايا محدده تكلم عن سمو الامير فانت عاده اذا اخطات في حق شخص تروح للشخص نفسه انا هذا اللي اقصده انا اتكلم عن مساله منظمه بدون ما يكون قانون العفو الخاص سمو الامير هو اللي صادر محدده في قضايا محدده لكن العفو الشامل راح يشمل من تعدى على ممتلكات عامه موظف عام مفتوحه ف انا متعاطف مع من عنده دوافع وطنيه يمكن زل لسانه لكن بالنهايه راح يشمل وياه ناس اخرين مجرمين وهذا اللي أنا المجرمين اللي تعدى على مال عامه أه تعدى على موظف عام راح يشمل الكل فلذلك انا اقول لك العفو الخاص يختلف انا اتكلم بالتحديد على هالقضيه وعندي قناعه تامه وقلت منو داش قانون قانون حمورابي العين بالعين والسن بالسن وبادي اظلم بالعكس يعني وسمو الامير اعفى من قبل فالامر هذا صار من قبل فمحاوله في العفو الخاص اتوقع بهالقضيه بالذات انا معها مع العفو الخاص الخلاف اللي بينك وبين حدس على اثر قضيه رفع الحصانه عن دكتور جمعان الحربش والنائب المرداس ليش تطور الموضوع في ناس دخلوا على الخط ابي اسمع تعليقك ابي هالابتسامه تكمل معاي الى نهايه الفاصل فاصل قصير واخير نعم رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ولا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الليله عضو مجلس الامه النائب رياض العدساني. ابو محمد في الفاصل الاخير عندي مجموعه من القضايا ابي اعرج عليها بقدر ما يسمح الوقت. موضوع رفع الحصانه عن النائبين الفاضلين دكتور الحربش والمرداس ايضا هذا موضوع اثار جدل وانت كنت طرف في هذا الموضوع وذكرت انت في مارس الماضي ما لفت نظري ان هناك ترتيبا مرفوض جمله وتفصيلا اثناء التصويت على رفع الحصانه حصلت فوضى بين الوزراء واغلبهم خرج من القاعه وكذلك النواب، هناك وزير ذهب الى خارج القاعه واعادوه مره اخرى ولاحقا تبينت لي الصوره بعد ان قال احد النواب نخوني بعدم رفع الحصانة وتصويت رئيس المجلس بحسب ما رأيت أنه صوت بعدم رفع الحصانة عدد نواب حدث أربعة أي 10% هل 10% هي من تقود المجلس أم أن هناك ترتيباً معهم؟ البعض يقول أن قضية رفع الحصانات هي قضية في كل المجالس موجودة والتكتيك والترتيب هذا يعني امر جرت عليه العاده انه يعني النواب يتحركون على على زملائهم النواب انه ما ترفع الحصانه، انت ليش سويت قضيه ودخلت حدث وعندهم اربع نواب وهم لا ممكن لا. يقودون أي. المجلس؟ لا لا انا تكلمت عاده لما ترتب مع النواب هذا امر انت انت حر فيه جائز. لكن حسيت انه في ترتيب مع الحكومه لكن نوعا ما تيقنت بعد الجلسة أكثر أن في إنه نائب قال آه نخوني من آه النائب؟ إنزين الله يستر عليه إنزين واحد أكيد أني. الجلال بالجريدة حطوها إنزين قال نخوني وهذا انحطت في الجريدة يعني المهم الوزراء كانوا الموجودين تقريبا أنه يصوت صوت ضد رفع, الحصان. رفع الحصانة بعدم رفع الحصانة الشغلة الثانية إحنا أقسمنا باحترام الدستور وتطبيق قوانين الدولة المادة 22 من لائحة الداخلية شو تقول؟ تقول الكيدية الكيدية اللي تعيقك من عملك البرلماني شو وين الكيدية في الموضوع؟ اذا القضيه صار لها تقريبا اكثر من تقريبا خمس سنوات اربع سنوات وين الكيديه في الموضوع؟ هذه نقطه زين النقطه الثانيه التشريعيه قالوا في كيديه معظم اعضاء التشريعيه قالوا في كيديه رايهم رايهم يحترم بس ما فيها كيديه الكيديه اللي تعيقك من عملك البرلماني وماده 22 واضحه اللي تروح على اللائحه الداخليه النقطه الاهم من هذا كله كان في ثلاث وزراء في الجلسه اثناء التصويت بدأوا أن ينادونهم تقريبا اكتمل الصف الوزاري مو كامل بعد ما نادوهم وأحرجوا الحكومة بدأوا ينادونهم أن يدشون إيه يدشون آه. في أيضا في ما اكتمل في وزراء كانوا خارج القاعة صار التصويت بالتعادل يعني يبين أنه بالنسبة لي في ترتيب الوزراء وينهم يدرون في جلسة رفع العصانة مو موجودين وكانوا في تصويت على أساس يأجلونها الأربعة بس بعدين لأن يوم. الأربعة بعدين يأول بعض النواب اللي صوت عليهم يعني بعض النواب صوتوا ولا كانوا مو حاضرين وكانوا بعضهم يوصلونها لاربعه للاربعه عاده عدد الوزراء حضورهم للجلسات اقل من ثلاثه الوزراء الوزراء صوتوا مع عرف الحصانه ولا ضد صوتوا معه ولكن الوزراء ما كانوا موجودين في القاعه الا يمحرجوهم النواب قاموا يصوتون وتعطلت الجلسه وحضروا وايضا ايضا في وزير من الوزراء اثناء التصويت طلع ونادوه ورجع اللي هو منو وزير الاشغال في في كانت باين وانت وانت بالجلسه في نوع من الفوضى كانت الوزراء مو موجودين احرجوهم ورجعوا بس سؤال السؤال إيه؟ المنطقي من, يقول من دل... الطبيعي, الحكومه صوت متضامنه من بس الطبيعي الا الحكومة... عاده الناس الحكومة... ما صار وياه بالرسالة الوارده هذا امر مختلف اذا الحكومه يعني وين ما تبي كان ما صوتوا مع رفع الحصانه مو موجودين يعني لو الوضع ماشي عادي ماشي سماه لو احنا فرضنا ايه فرضية فرضيه ما حضروا لان حرجوا لذلك انا قلت نعم انا ارى ان في ترتيب واضح مو موجودين الحكومه في اول ناس الحكومه في قضيه نفس هذه كل موجودين بس انت قاعد تستنتج مو ما هي معلومه عندك انت يعني حللت الامر امامك أنا أنا وصل... وصلت لهذه النتيجه انا وصلت لي معلومات من قبل بس ما ما تيقنت معل... انه يوم مع... خذيت الاستنتاج معلومات انه إن معلومات إن شلو... إن في ترتيب تيقنت رسمي يوم شفت الفيديو مره ثانيه شفت تصريحات النواب عرفت انه في شيء في ترتيب انزين النقطه الاهم من هذا كله الوزراء وينهم كانوا طالعين حرجوهم وردوا. انا شو اقول تبي ترتبون مع النواب رتبوا بس ترتيب مع الوزراء من الطبيعي يضعف لان انا عندي قناعه تامه اذا الحكومه وقفت مع نائب من الطبيعي يطلبون من النائب يوقف وياه في قضايا اخرى. فانت تعتقد ان هناك صفقه صارت؟ انا قاعد اقول لك انا بنظري انه صار ترتيب. صفقه؟ مو صفقه لا ما ترتقي اللي صفقة يعني ترتيب صار. ترتيب انا قناعتي إن... إيه؟ انت قاعد تقول قاعد تفرض اذا وقفوا معي هنا معناته لازم يردونها بمكان ثاني. خلي يبين رئيس الوزراء. خلينا وين الموقف حدث. خليه يبين استجواب رئيس الوزراء يعني خلينا افرض هالفرضيه الحين اذا النواب في استجوابين في الاستجوابين اذا النواب ف... حدث صوتوا لغير غير صالح الاستجوابات اللي انتم مقدمينها فاكو صفقه؟ مو بالضروره لكن في ترتيب واضح واضح في ترتيب انا بالنسبه لي وين الترتيب؟ خل انا اقول لك كلام سيد مبارك شل... شو ترتيب؟ خل انا اقول لك كلام سيد مبارك خليني لك ما بقول لك الحين, الحين يعني. حكومه الحين قضيه قضيه خطاب لن نسمح لك لسمو الامير الوزراء ما يكونوا موجودين بالغصب يردون من الطبيعي ان من الطبيعي في ترتيب اذا ما كان ترتيب اهمال من الوزراء والوزراء عاده في موضوع نفس هذا ما يكون في اهمال واضح ان في ترتيب واضح وانا اقول لك عاده عسى ما اظلم احد اذا الحكومه وقفت وياك موقف تطلب منك المقابل وقت توقف وياك موقف ثاني والمقابل انت على راح كذي راح تراقب موقفهم في الاستجواب تراقب موقف الاستجواب غير الاستجواب لجان تحقيق راقب الكل من طبيعي أه قبل ما الناس قبل الموقف. ما اقول كلام سيد مبارك الدويله دكتور جمال الحربش رد عليك وذكر صح. ان مقال عدساني لا يعدو ان يكون اشترارا لكل ما قيل بحقي من خصومي ولن ولم احسب ان ينضم لهم الاخر بهذه السرعه وهذه الحده حتى ظننت وانا اقرا البيان ان كاتبه ذكر مجموعه من النواب ما غير المفهوم هو ألمه الكبير عن من عدم رفع الحصانة اتهمني الأخ رياض بأنني نزلت طمعا في الكرسي وهذا طعن بالنيات ونسى أنه كان يطلب منا بشكل دائم مراجعة الموقف من المقاطعة فلما نزلنا طعن بنياتنا طعنت بنياتهم واصطفيت بسرعة وبحدة مع خصومهم لا لا شوف أول شيء الأخ الفاضل جماعة الحربي صار أنا رديت وهو رد واكتفيت عند هالأمر هذا زادت الحدة تدخل مبارك دولة بمقالته زين خلينا نوضح الجزئيه انا رديت والدكتور جمال حربش رد علي، خلاص رد برد وما هو بالضروره انا اقنعه ولا هو بالضروره يقنعني. انت ما اقتنعت إيه رد دكتور جمال؟ ما اقتنعت انزين ويم... بس اعتبرت لا الموضوع احترامه وتقديره بس ما اقتنعت برده، يمكن ردي ايضا ما اقنعه يظل احترامه وتقديره موجود. النقطه اللي الجوهريه في الموضوع لا يحورها ان انا ودي يحبس، لا والله لا ودي له ولا ودي مع غيره، ودي بالعكس الاخ فاضل سلم البراك يطلع اليوم قبل باكر. انزين، لكن انا اتكلم عن وضعيه عادة إذا صار ترتيب الحكومة يضعف من هيبة البرلمان والرقابة بس هذا جزئيتي بس أنت تدخل, إن تدخل السيد مبارك دويلة تدخل مبارك دويلة نعم عكر الموضوع كله ليش يعني أنا كنت رد برد وانتهى الموضوع ما أنت دخلت حدث في الموضوع و10% ومن يقود المجلس نواب حدث هم يردون يعني مبارك دويلة لم يرد موجودين أربع نواب يقدر يردون وأنا ما شملت الكل أصلا الأربعة جمعان رد اكتفيت بالرد لما مبارك دويلة يكتب مقال ويحطها باسمي من الطبيعي رديت وقلت انا وقلت اللي قلته في حدث ولا عندي اي شك بالكلام اللي قلته انا مقتنع فيه 100% طبعا انا استثني كلامك اللي ذكرته مواقف إيه حدث الهشه والمتناقضه اصبحت منتدبه لدى الحكومه وهي لا وزن لها متقلبه المواقف اصبحتم حكوميين حتى النقاع واصبح شعار حدس التقلب بالمواقف وعدم الثبات على هذا ما في تجني هالكلام شوف اول شيء العنوان استثني البعض واستثني اللي هو بالنسبه للدعوه والعمل الخيري وايضا بعض السياسيين نتكلم لكن... عن حدث الشق السياسي لكن انا اتكلم هي بعض الشق السياسي استثني لكن اتكلم عن الوجه العام الدرب اللي ماشي فيه نعم قلت حكومين حتى النخاع تقلبوا للمبدا قلتها ومقر فيها قلتها نعم مبارك الوالي يرد قلت انا اذا رد راح اصعد زياده وصعدت زياده اي تيار ترى مبارك دويلة كتب مرة مقال عني في يوم شطب استجوابي في 2013 ما ردت عليه لأنه لا حق يعقب سواء بالإيجابي والسلبي أكثر من نائب سابق يكتب عني ما أرد لا حق الرد ولا حق يقول لي يقوله لكن لما تكلم باسم التيار رديت تكلم باسم التيار مختلف أنت قاعد تبنى التيار فرديت نعم قلت حكوميين حتى النخاع متبنينهم الحكومه قلت هالكلام ولا زلت على قناعتك هذه أيه. طيب بشكل سريع جدا موضوع الملف الرياضي هذا الموضوع اللي ايضا مره ثانيه المقاطعين السابقين المشاركين الحاليين رفعوا لواء ان موضوع الرياضه هو على سلم اولى اولوياتنا وقدمنا فيه استجواب الاستجواب صار الحين مش كثر شهرين انت ما شاء الله تحفظ التواريخ عين عليك بارده ايش كثر صار الاستجواب <applause> خلص صار الحين تقريبا ثلاثة اشهر ثلاثة شهور ملف الرياضة لا زال عالق شنو المخرج الوزير ومشى شوف هذا الكلام اللي قلته شوف في خطأ الوزير يوم مشى يعني أكثر من 35 نائب أعلنوا بطرح الثقة يحطونه في منصب ثاني يعني هذا أمر جاهز ترى الصراحة يعني هذا وحدة حسنا أنا أقول لك هذا الحق للمجلس الأمر الثاني اللي قلت لك أنا في موضوع الرياضة السبب الأساسي هو تدخلات خارجية أثرت في الرياضة زين الحكومة تتحمل مرفقات الرياضية الأندية سوء التنظيم نعم لكن الإيقاف يتحمل رئيس اللجنة الأولمبية المنحل ورئيس المجلس الآسيوي الأولمبي يتحملون وهم سبب الإيقاف الرياضي لذلك أنا قلت موضوع الرياضة ما صوت بطرح الثقة على وزير الإعلام صوت ومقتنع تماما ولو يعاد تصويت صوت عشر مرة في نفس الموقف على موضوع الإعلام في تجاوزات عم. في في امور كثيره في بس مو على موضوع الرياضه مو موضوع الرياضه طيب، طيب، هذا الحين اللي راح انا ابي اللي الحين وزير انه بيعدلون القانون لكن ما هو بالضروره لما تعدل القانون انت تسوي اللي عليك كمجلس الحكومه تعدل القانون تجري انتخابات جديده توقف اللجنه الانتقاليه خلاص تسوي انتخابات الانديه تختارون رئيس اتحاد وتجري الامور مثل يعني ما كانت عليه بالانتخاب يبقى انشاء الليقاف ولا ما انشاء انت عليك السعي والحرص والتفويج من رب العالمين آه تعديل فتن... تعديل القانون ليس بالضروره ينرفع الايقاف هسه اوضح هذا اجتهادك بتعديل القانون لا لا بس, هم... بس هم قاعدوا يؤكدون ان هناك شروط نفذ الشروط نرفع الايقاف وهذا كلام السيد يوسف شروط البيدان شروط اعطيك شروط مثالين السيد شروط يوسف البيدان ذكر ذكر مم. ان موضوع رفع الايقاف يشترط على الحكومه تنفيذ ثلاث شروط من اللجنه الاولمبيه الدوليه اولا تغيير القانون سحب القضايا وثالثا عوده الاتحادات المنحله وهذا الكلام ايضا اكده في لقاء سابق معي النائب فاضل عبد الوهاب الواطي قال هذا الحل لا. الوحيد اذا سحبوا القضايا المحليه استجواب ثاني يوم على المحور هذا لسبب القضايا ما راح يسحبونها لان موجوده في النيابه خل اعيدها مره ثانيه لا خلينا اوضح اذا 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 هذا نفس الحكي اللي قلته ايام سلمان بس محمود نفس الحين مش الوزير إيه والحين قاعد يقول لك انه ماكو الا هالحل اوضح على اساس اوضح اذا سحبت القضايا المحليه لان لننس... لان حل الاتحاد بناء على قضايا ماليه صحيح فالمفروض القضايا المحليه ما تسحب النقطه أب... الثانيه عوده الاتحادات عودة الاتحادات هذا امر مرفوض نهائيا ماكو يقول لك هذا المخرج الوحيد ماكو مخرج, 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 ثاني ما... هذا ما هو ثلاث شروط هم مقدمين شكوى رئيس الاتحاد السابق ورئيس اللجنه الاولمبيه هو نفسه ورئيس مجلس الاولمبي الاسيوي ايضا هو المعني في الموضوع تجرى الانتخابات اللي ينجح ينجح هذه انتخابات المباراه اللي ما فيها تعادل اللي ينجح هو من يقود الاتحاد وتجرى انتخابات جديده عوده الاتحادات لا يعرض الحكومه المسالة شو الموضوع والله انا حل الاتحاد على امور ماليه وبعدين اقول له تعال تفضل ارجع مكانك كلام مو صحيح كل واحد يتحمل مسؤولياته نحل الاتحاد تجرى انتخابات جديده لان كانت على امور ماليه فاذا اذا اذا كلام يوسف البيدان وعبد الوهاب البابطين اذا صار انت ما راح تسكت طبعا لان, لأن انت معناته الحكومه انت ويا ان رضختوا او حكم ما كان صحيح بكل الاحوال يجب محاسبه الحكومه طيب عندي تغريدات سريعه راح احط لك اياها باخر كم دقيقه وابي تعليق مختصر جدا ما راح ما راح اقاطعك ولا راح اسوي شيء بس ابي تعليق نشوف الاولى شباب اذا جاهزه بسرعه ذكرت انك انت انا مو قاعد عدل ضد من ينادي به البعض بوجود رئيس وزراء شعبي خلال الفتره الحاليه في ظل التوترات السياسيه بين السلطتين ولا انادي بوجود احزاب سياسيه فالظروف ايضا غير مواتيه ضد الاحزاب رياض العدساني وضد رئيس وزراء شعبي هذا الحكي في يناير 2012 انا قلت لا تغرب الصلاه انا اقول هذا حق لسمو الامير من يختاره سواء من الصباح او من الشعب هو حق اصيل لسمو الامير وحق النواب انه يحاسبون رئيس الوزراء هذا كلمتي قبل والحين ولا زلت على نفس الموضوع كل... طيب, طيب. شوف اللي بعدها الاحزاب انا ماني مع هالاحزاب الا لما تقر القوانين بشكل عام من زين اللي هو ضد الطائفيه القبليه تحط القوانين قوانين اساسيه تبي تقر الاحزاب امر ثاني لكن انا ما راح ادش حزب طيب. طيب طيب نشوف اللي بعدها ايضا في مارس 2012 لا او اي تعديل الماده الثانيه من الدستور ودائما ما ارد اردد اننا نستطيع ان نشرع قوانين اسلاميه في ظل وجود الماده الحاليه ارفض تعديل الدستور الا للمزيد من الحريات رياض العتساني لا زال على موقفه ضد تعديل الماده الثانيه من الدستور. اي لانه تقدر شرع قوانين الاسلاميه في ظل الدستور الحالي. طيب. اللي بعدها في جلسه ابريل 2016 ذكرت اليوم يجب ان نسلط الضوء على كل قضايا الاستثمارات 2017، اليوم يجب ان نسلط الضوء على كل قضايا الاستثمارات الخارجيه والناقلات، من تكلمت على موضوع الاستثمارات الخارجيه. الناقلات؟ الناقلات ترد تسلط الضوء عليها مره ثانيه؟ هذا الشيء اللي قلته؟ قلت الناقلات استثمارات الخارجيه لو قدمنا احنا بالنسبه حق الاتفاقيه تسليم المجرمين في بريطانيا في ناس يوم صارت ازمه الناقلات انحاشت بريطانيا ويوم صارت بالنسبه لازمه التامينات الامور كلها مئات الملايين ايضا مدير التامينات الهارب ببريطانيا فيجب اليوم ان نوثق هذا الامر ان الاتفاقيه ضروريه جدا واكدها لتسليم المجرمين نعم وانا قلت هالكلام ترى اسبوع الكلام الأربعاء اللي طاف. مرة راح تسلط الضوء على القضايا اللي أنت أيه؟ ذكرتها من ضمنها أيه؟ موضوع أهم شيء الاتفاقية، أنا قلتها بكلمتي الاتفاقية. طيب آه في, في جلسة 11/4 هذه. في ديسمبر 2016 ذكرت أن الأمور ستكون أفضل مما كانت عليه في المجلس السابق رقابياً وتشريعياً وأيضاً سيتم إعادة صياغة القوانين وعلى رأسها الإعلام الإلكتروني. تعيد صياغه الاعلام الالكتروني؟ الاعلام الالكتروني، الجرائم إلكترونية، كلها. متى هذا راح يصير؟ ان شاء الله قريب نخلص الاستجواب. قبل الابطال ولا بعد الابطال؟ ان <applause> شاء الله ماكو ابطال، واذا صار ابطال لا حول ولا قوه. ماكو ابطال؟ بس انا يعني قناعتي ما ابي اتدخل يعني قناعتي اتوقع انه ما في ابطال. والعلم عند رب العالمين ونثق بالقضاء. آه يقول لي باجي دقيقه وانا الحين دام قال لي هو باجي دقيقه يتحمل المخرج. آه موضوع الـ تعديل النظام دمين. الانتخابي في سمعنا بعض الاقتراحات الان قاعده تقدم صوتين البعض قاعد يقول اربع اصوات نظام قائمه انتخابيه رياض العدساني شنو موقفه في موضوع تعديل انا اللي عندي اقرب يا خمس دوائر صوتين او خمس دوائر وخمس اصوات صوتين داخل دائره وصوت في كل دائره يعني هل شغلتين ماني مع القوائم النسبيه في الوقت الحالي مو معها لا بس اذا تبي تعطيني كلمه اخيره كم بقالي باجي لك دقيقه ما عليه دقيقه الشغله الاساسيه اللي كنت تكلمنا احنا بخصوص يجب تركيز على قضيه الاسعار. اليوم الناس زادت عليها الاسعار، ضربت ميزانيه الاسر، الاكثر تاثرا اصحاب الدخول البسيطه المعتمدين على رواتبهم. لذلك احنا سلطنا الضوء بقوه على الوثيقه الاقتصاديه، ويجب تعديلها ونسفها وتطوير هذه الوثيقه اللي كانت قبل تمس جيب المواطن. تم تجميدها؟ اي تجميدها في بادره تع... من الحكومه. لازم تعديلها، تجميدها ومقت تعديلها بالكامل. وايضا كلمت وزير الماليه وصار اتفاق انه تعرض في جلسه مجلس الامه ويعاد صياغتها وتطويرها طبعا يكون المجلس هو صانع القرار مو نفس المجلس الماضي هو متفرج وقام في صفوف الجماهير اليوم نكون صانعين قرار بالنسبه للوثيقه الاقتصاديه. طيب انا وصلت وياك الى ختام هذه الحلقه عضو أم السيد رياض العدساني كل الشكر لك. الله يسلمك. حياك مشكور وعسى الله يوفق الجميع ان شاء الله. حياك الله موفق، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، موعد يتجدد معكم يوم الاثنين القادم الساعه 10 الى ذلك الحين تقبلت تحياتي وفي امان الله.